نصبت مواكب العزاء القادمة من جميع مناطق العراق لإحياء ذكرى استشهاد الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، حيث تقدم هذه المواكب الخدمات من مأكل ومشرب وتوفير منام للزائرين القادمين لإحياء هذه المناسبة. من جميع مناطق العراق وتحديدا النجف الأشرف استقرت المواكب هذه في مدينة الكاظمية المقدسة إحياء لذكرى استشهاد الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، تقدم الخدمات من طعام وشراب ومنام للزائرين القادمين من بعض مدن البلاد ومناطق العاصمة المختلفة لإحياء هذه المناسبة الأليمة على قلوب جميع المسلمين، حيث ذكرى استشهاد سادس أئمة آل البيت الأطهر. بهذا المصاب الجلل ألا وهو مصاب استشهاد الإمام الصادق عليه السلام من موقعنا هذا من قراج الكوثر من موكب النجف الأشرف، جئنا من النجف الأشرف معزين لهذا المصاب الجلل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويحضر وقفتكم لهذه الوقفة المشرفة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. انطلقت محافظة النجف الأشرف هذا اليوم 25 من شهر شوال في ذكرى استشهاد إمام المذهب الجعفري ألا وهو الإمام الصادق عليه السلام لتعزية الإمام موسى الكاظم في بغداد في الكاظمية المقدسة. والنجف وأهل النجف آلت على نفسها أن لا تدخر جهدا لإحياء هذه المناسبات وهذه الشعائر. ويفخر شيعة آل البيت الأطهار بتاريخ إمامهم جعفر الصادق، حيث رسم خارطة العلم بطريقة متكاملة، فقد اهتم بشتى العلوم ولم يهتم فقط بشؤون الدين. وكان أحد تلاميذه العالم جابر بن حيان أسس أكبر مدرسة فقهية في تاريخ الإسلام، وقد تتلمذ على يده آلاف التلاميذ. وفي نفس الوقت كان الإمام الصادق عليه السلام مضايقا من قبل المنصور الدوانيقي العباسي. نتمنى التكاتف بين الشعب الواحد العراقي، التكاتف مثل ما نتكاتف بهذه المواكب الحسينية اللي هي أساس أهل البيت. نريد تكاتف مثل ما تكاتف الشعب بهذا العزاء وبهاي الوحدة وبهاي المدينة تحت مسمى مدينة النجف، مدينة علي بن أبي طالب. نريد الحكومة الموقرة كان الشيعية أو كردية أو سنية، احنا نقول نريدها حكومة عراقية مخلصة. ويحرص شيعة آل محمد الأطهر على تعظيم شعائر الله باستذكار السيرة الخالدة لآل البيت وجهادهم وكفاحهم وحفاظهم على الدين الإسلامي بتقديمهم للغالي والنفيس وحرصهم على محاربة من يسعى لطمس معالم الدين الإسلامي ومقارعة طغاة عصورهم. من بغداد، حيدر نصيف، قناة الرابعة.